السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في الفيديو ده عن إزاي أنا بنزل برنامج الزوم. في الحقيقة أنا بدخل على المتصفح بتاعي وبكتب زوم فور ديسكتوب، زوم فور ديسك أو داونلود زوم مثلا بهذا الشكل. بيقول لي أنت عايز تنزل برنامج الزوم، أقول له مثلا للويندوز قم بتنزيل مثلا الزوم فور ويندوز، وحضرتك بتختار تنزيل البرنامج، بينزل معاه تضغط على تنزيل. بعد تنزيل طبعا بينزل البرنامج. بعد ما بينزل البرنامج حضرتك بتفتحه وبتسطبه، وتسطيب بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله، يعني برنامج خفيف يعني اللي هو التسطيب العادي بتاعنا اللي هو نيكست 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 وهكذا. بعد ما حضرتك هتخلص التسطيب العادي للبرنامج حضرتك هيظهر معاك اول ما هتفتح برنامج الزوم قائمه بهذا الشكل، بيقول لك تسجيل الدخول. حضرتك لو عايز تسجل الدخول ما فيش مشكله، حضرتك حابب تدخل من غير تسجيل دخول مش اي مشكله. ده بالنسبه للي موجود عنده على الايه، على ال ديسكتوب اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب. اما اللي الموجود على الموبايل بتخش على جوجل ستور اللي هي او اللي هي المتصفح اللي بنزل من عليه التطبيقات على جوجل، او لو كتبت في جوجل كروم كلمه داونلود زوم هيطلعه لك على طول. حضرتك بتعمل له تثبيت زي ما بتثبت اي حاجه، وبعدين بيظهر لك برده نفس الشكل تقريبا. حضرتك لو انت عايز تدخل بحسابك على الجوجل بتضغط ساين ان ويز جوجل، وبعد كده بيظهر لك المتصفح الخاص بيك اللي هو يطلع لك مثلا ادخل الايميل وادخل كلمه المرور، وبعد كده بيكون حساب الزوم بتاعك ايه اتفعل. حضرتك بعدها تقدر تضغط على اللينك ويشتغل معاك. لو حضرتك مش حابب موضوع ان انت تعمل تسجيل دخول عن طريق حسابك مش فيش اي مشكله خالص، حضرتك كل مره احنا فاتحين الموضوع ان انت تقدر تخش من غير موضوع الايه الحاجه اللي زي دي. طيب انا داخل برنامج الزوم محتاج اعرف ايه؟ الحقيقه احنا بنتعامل مع الناس في ديسكتوب او اللي موجود على الزوم على اكتر من حاجه. اول حاجه احنا بنتعامل مع الشريط اللي موجود تحت ده. الشريط اللي موجود تحت ده طبعا انا اثناء المحاضره مثلا انا ببقى قافل حضرتك المايك وببقى قافل حضرتك الكاميرا. دول اخطر حاجتين انا بحب دايما انبه عليهم في اي كورس، لازم المايك ما يبقاش مفتوح، وده انا هبقى ضامن ان شاء الله ان هو مش هيبقى مفتوح الا في حالات المناقشه. والكاميرا دي اخطر حاجه بننبه عليها، ان الكاميرا لازم تكون مقفوله احيانا، ويفضل طبعا ان حضرتك ما تتحركش اثناء الكورس، لان خطأ بيحصل ضغط على الموبايل بتفتح الايه الكاميرا بيبتدي يحصل مشاكل للناس، مثلا بيبقى مثلا مش لابس فورمال قوي، او الكاميرا مثلا تتحرك داخل البيت. لا بنفضل دايما ان حضرتك تبقى متاكد دايما وعينك في اغلب الوقت انك تبقى مركز ان الكاميرا مش مفتوحه، ودايما يعني ايه تبقى مأكد على النقطه دي. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا هنتعامل معاها الحاجه اللي هنا اللي اسمها رياكشنز. ايه الرياكشنز دي؟ الرياكشنز دي التفاعلات اللي انت من خلالها بتتفاعل مع المحاضر. طيب الرياكشنز دي بيبقى موجود فيها ايه؟ اهم حاجتين بالنسبه لي، اول حاجه الرايز هاند اللي هو حضرتك عايز تسال سؤال معين في فتره الاسئله، بعمل رايز هاند بيظهر بالشكل ده. حضرتك انا بشوف ان انت عايز تعمل رايز هاند، بفتح لحضرتك المايك وبتبتدي حضرتك تتجاوب مع المحاضر و تقول رايك بكل سهوله ما فيش اي مشكله. تاني حاجه بتتعامل معاها وهي تعتبر يعني زرار اللي هو الجرين تشيك والريد تشيك. الجرين تشيك لو احنا بناخد مثلا راي معين لحاجه معينه بنتفاعل مثلا هل حضراتكم موجودين مثلا، هل في حاجه معينه انتم موافقين عليها. الريد تشيك طبعا اللي هي علامه الصح كده تمام ما فيش اي مشكله، لو الغلط اللي هي علامه الريد تشيك لو انا مش موافق على حاجه زي كده. ودول الحاجتين اللي احنا بنتعامل معاها. الحاجة الثالثة بقى اللي هي الخاصة بلينك الحضور اللي هي الشات، زرار زر الشات اللي هو اللي موجود تحت اللي احنا كنا وضحناه قبل كده، لما بضغط عليه بيفتح لي الشات بهذا الشكل. أنا من هنا من خلال الأسئلة دي أقدر أكتب هنا الأسئلة اللي أنا عاوزها، وبعدين بضغط إنتر الأسئلة بتتبعت للمحاضر بيبدأ يجاوب عليها، وكذلك بيظهر في الشات رابط الحضور اللي كنا اتكلمنا عليه وبنضغط عليه علشان يفتح لنا ونسجل تقييم المحاضرة ويتسجل بالمرة اللي هو البيانات الأساسية بحيث إن يتم أخذ الإيه الغياب بتاع الإيه المحاضرة بتاعتنا. كده دي كل المعلومات المهمة بالنسبة لأي حد عايز يتعامل ويحضر، وده الحاجات اللي انت مطالب انك تكون عارفها أثناء برنامج الايه الزوم. كده التعرف على برنامج الزوم والأدوات اللي احنا بنستعملها خلاله كده بقى واضح للجميع. طبعا اللي هيبقى حاضر على البث المباشر طبعا ده كلنا تعرضنا كأنك بتتفرج على فيديو بالظبط على الفيسبوك. حضرتك لو عندك اي سؤال بتكتبه في التعليقات، واحنا بننقل التعليقات دي لداخل الزوم والمحاضر بيبتدي يجاوب لو في اي سؤال يستدعي الاجابه.
كده تمام. الفيديو ده ان شاء الله، وشكرا جزيلا لحضراتكم على حسن استماعكم، وان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده هنتكلم مع بعض على ازاي اوصل للبوست المثبت، او ازاي اوصل للايقونة او اللينك اللي هيوصلني للاعلامات بتاعت المجموعة بتاعتنا. اللينك اللي هيوصلني للمكتبة الخاصة بالغياب والداتا وهكذا خلال فترة الكورس. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.